الآن سأقدم في مجلس الصبي ويكون سأقدم أي قضايا خصائص أو السجنية. تتميز أنها استمرار اختصاص بعض صدور الحكم في القضية العادية ومجرد صدور الحكم القاضي على أن يصل إلى الضمان اللازم. السجنية استمرار اختصاص الاستفادة وتوضح أن زي ما العبارة مشهور بأن عند وجود صعوبة بمعنى أنه يمكن تأديه الحكم في تفاصيل المقصر وحتى بالإلغاء. النقطة الثانية استمرار الفتح خارج أوقات معينة مرتبطة بجوانب حقنية. إذا عنده صلاحية للفرق على الأطراف وطاقة الدعوة. النقطة الثامنة يمكن لقاعدة استعجال إصدار رغبة تهديدية يمكن لرئيس الحكومة وإضافة القواعد كما دائما عدد يوم السبت هو يوم الأحد عند حالة استعجال الوصول. الخاصية الثالثة عند الاستعجالية هي إمكانية رغبة الخصائص التي قد تبدو استثنائية جدا. يجب أن نرجع إلى الأصل، والأصل هو يتمثل في هذا السؤال: ماذا جواز ممارسة الدعوة للفرق؟ أنا أبحث عن الموضوع وأنا أبحث عن الاستجابة في نفس الوقت. يجب التمييز هنا بأن قضاء الموضوع راه هو الأصل، وأن قضاء الاستجابة هي الدعوة الخاصة. رغم الصلاحيات الكثيرة التي ذكرناها، دائما يجب أن نضع في أذهاننا بأن الأصل هي الدعوة للموضوع، وأن الاستثناء هي الواقع الاستجابة. صحيح أنه في بداية النشوء القضاء السجالي تم لكون القضاء العادي او الدعوه العاديه تتميز بالبطء وتتميز بالضعون لان الضعون توقف اجراء التنفيذ وتتميز بان يعرض النزاع على القضاه الذي ستتم تجربه معينه. في حين ان القضاء السجالي يتميز بالسرعه ويتميز بالنفاذ المؤجل ويتميز بانه يسند الى رئيس المحكمه او الى اقدام القضاه ويفصل في رئيس المحكمه القضاه التجربه القضائيه المتميزه يفصل فيها. يترتب على هذه الميزه ديال الدعوه الاصليه والدعوه الخاصه بعض النقاط. اذا كان القضاء العادي كافي لحمايه الحق فلا مجال لممارسه الدعوه السجاليه. القاعده الثانيه قضاء الموضوع دائما هو الاصل والاستثناء هو السجال، هذه القاعده اللي كتفرع. لا تعارض بين الاجراء الوقتي وقضاء الموضوع لان لكل دعوه مجالها الخاص. واش كاين شي دعوه واش المنصور الدعوه المنصور الدعوه ما كاينش تناقض، يمكن ممارسه الدعوه ديال الاسراء امام قضاء الموضوع وممارستها في نفس الوقت امام قضاء استعجالي. لان كما قلنا لكل دعوه مجالها الخاص. الاولى قضاء استعجالي اجراءات وقتيه والثانيه تبت في جوهر النزاع. ايضا اذا مارست الدعوه ديال الموضوع في حالات كثيره جدا فهي دليل على جديه النزاع والادلاء امام القاضي الاستعجالي يقوي طابع الاستعجال اللازمه. مثلا جديه القاضي رئيس المحكمه قلت لي ان رافع الدعوه في الموضوع واحد الحق معين مثلا اللي تم عقد به وكطلب اجراءات اخرى حمائيه فقاضي الاستعجال رئيس المحكمه يستجيب للطلب بسرعه. علاش؟ لان تثبت بان هناك جديه النزاع وقعت الدعوه حتى فاتت من دون. اما العكس اذا جيتي وقلت لي بغيت انا اجراءات حمائيه وانت ما جاتش القضاء الموضوع فالطلب ديالك تبان غير جدي. اسئله كثيره جدا ودقيقة. هل تساؤل، هل يحق لقاضي الاستعجال الامر باجراءات تحقيق الدعوة؟ احكام كثيرة جدا صدرت عن المحكمة الابتدائية للدار البيضاء ومن ضمن حياتيتها انه لا يمكن لقاضي الاستعجال ان يقوم باجراءات التحقيق لان ذلك بشان المقيم سبب التقاضي. ولكن ليس هناك اي نص قانوني بتاتا يمنع قاضي الاستعجال من ان يامر باجراءات التحقيق. معينة البحث انتقال إلى آخره إجراء خبرة يحق لقاضي الاستعجال. هذه مجرد نحيدوا اللغز ونحيدوا الأخطاء اللي كاينة الشائعة جدا أنه يحق لقاضي الاستعجال
أن يأمر بإجراء التحقيق لا مانع إفادة الأسماء فيها. هل يجوز اتخاذ إجراءات استعجالية خارج مستوى قانون الاستعجال؟ تعرفون أن قانون الاستعجال اختصاص أصيل لرئيس المحكمة، رئيس المحكمة هو الذي يبلغ قانونية، ولكن حالات الاستعجال أخرى خارج المؤسسة لها منافعات كثيرة جدا، نصوص خاصة كثيرة بدون عدد، أذكر من ضمنها فقط على سبيل المثال النفقة. دعونا النفقة يمكن لقاضي الموضوع أن يأمر بالنفقة الوقتية مؤقتا، يمكن لوكيل المالي أيضا بالضبط بين الحضور المحكمة المسكرة الجنائية، يمكن له أن يتخذ إجراءات مثل الرجوع ديال السجل لبيت السجلية أو أن يأمر بإرجاع حمايته إلى مكان التعليم قبل فعل الاعتداء. هذا التغيير بين مشروطة واحد الشرط ممتاز جدا سنتحدث عنه في إجابة مكان الوقت لمناقشة قرار الصدر محكمة السينا في العيون سنناقشه في الأخير، لأن اشترطت على الوكيل الملك أن يقوم بالإجراءات ولكن أن يقدم الإجراءات التي قدمها بها إلى المحكمة للمصادقة على الإجراءات وتثبيتها من الناحية القانونية. أيضا يمكن فيما يخص المسؤولية التحصيلية وفيما يخص التعويض على حوادث الشغل، ولكن ما تشغلت إلا لإجراءات وقتية يمكن الأمر بها مثل التعويض المسبق عن الدواء. إذا هذه كلها إجراءات استعجالية وترخيص يتعلق بالصعوبة التنفيذ. لا يخفى على أي كان أهمية التنفيذ، أهمية تنفيذ الأحكام باعتبارها هي السبيل إلى تحقيق العدالة، ولا يخفى أيضا ما يترتب عن ثمن التنفيذ في أجل معقول من ضمان الأمن القضائي والقانوني والتقاضي. ومن الأثر الصالح الرسالة التي وجهها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء فيها كأن القضاء فريضة المحكمة إلى آخره، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له، بمعنى أنه لا نفع من سوء حكم لم ينفع. وهنا أكدت أيضا خطاب جلالة الملك المتواترة في أكثر من مناسبة، وارتكزت أيضا نطاق إصلاح الأمور العادلة. أهمية الصعوبة في التنفيذ تتخذها من أهمية التنفيذ في حد ذاته، لأنها في بعض الأحيان قد تتخذ كمضية فقط لتطويل الإجراءات والتسويف والمماطلة في التنفيذ. ومنه فإن أهمية الصعوبة في التنفيذ تكمن في هذه النقطة بالضبط، لما يتعين معه أخذها بعين الاعتبار ودراسة وجهه حتى نتفادى أن تكون فقط مضية للمماطلة والتسويف. لمناقشة هذا الموضوع سأحاول توزيع المداخلة على ستة محاور رئيسية، وهي في شكل تساؤلات. بطبيعة الحال ستكون هناك تساؤلات فرعية، ولكن المداخلة ستكون مؤطرة في إطار المحاور الرئيسية. أولها نتطرق إلى تعريف الصعوبة في التنفيذ وشروط صحتها، وثانيا من يحق له إطار الصعوبة في التنفيذ، وثالثا من يختص بالبت في الصعوبة في التنفيذ، ورابعا هل يصح إطار صعوبة على صعوبة. الفقرة الأخيرة من الفصل 436. وفي محور الأخير أتطرق إلى القواعد الموضوعية للبت في الصعوبة، أو كيف يتم فعليا البت في الصعوبة الوقتية. بالنسبة لتعريف الصعوبة، المشرع المغربي وكعادة باقي الشريعات لم يعرف الصعوبة، هناك تعريفات فقهية عديدة ولا أود أن أسطرها عليكم لأنه ليس في ذلك من نفع جدي، ولكن إجمالا يمكن تعريف الصعوبة المفيدة على أنها هي العائق أو العارض أو الطارئ الذي يحدث بعد صدور الحكم والذي يمنع تماما تنفيذ هذا الحكم على الوجه المحكوم بالقرار. إذا هي إما طارئ أو عارض سواء واقعي أو قانوني، ويحول دون تمام التنفيذ على الوجه المحكوم به. بطبيعة الحال هذه المداخلة تتمحور حول الصعوبة الوقتية ولا تتعلق بالصعوبة الموضوعية التي لها إطار قانوني آخر. الصعوبة الوقتية بطبيعة الحال يختص جلسة رئيس المحكمة في إطار الفصل 140 وفي إطار الفصل 436. إطار القانون للصعوبة الموضوعية هو الفصل 26 من قانون المسألة المدنية، أو 488 متعلق بدعوى الاستحقاق الفرعية، أو 483 أو 468 متعلق بالاستحقاق الفرعي.
حدثت بعد صدور الحكم على شروع التنفيذ كأن مثلا يحكم كأن يحكم بإفراغ شخص ما من عقار معين، وخلال التنفيذ يتبين أن العقار هو بحوزة شخص آخر لم يكن ملتفا للدعوى التي انتهت بحكم سنة ثانية، ويستطيع هذا الشخص مثلا برابطة قانونية من قبيل الكلاء مع مالك العقاري أو غيره، وهنا تطرح صعوبة في التنفيذ يجب أن تعرض على السيد رئيس المحكمة للمفتي فيها حتى يتبين ما إذا كان هذا الغير فعلا سينفذ ضده، وهل يدخل من ضمن عبارة من يقوم مقامه أو بإذنه أم لا. الصعوبة إما واقعية قد تكون أيضا وقانونية، وهي مثلا الحالة التي يراد فيها التنفيذ من قبل القضاء ثم يتبين أنه مقرور فيه بالنقل، ويكون في هذه الحالة المقررة الصادر في إحدى الحالات المنصوص عليها في 861.